رجع وحط المحفظة ديالو خرج لبرا، ما شفناه مازال. واش كتب شي بلاصة؟ ما شكينا في التواعد، ما فاش غتشك؟ حاج الجيران من الفاميلا أو العائلة هي اللي كاينة هنا. تقريبا انت شحال عمرك؟ نعم؟ العمر ديال الدري؟ 4 سنين. 4 سنين كاين عند الدري، يلاه كيقرا في الروض. شي راه تهلا، مشينا للسلطة عملناهم ورجعنا وكنقلبوا عاد حنا والسلطة. نجازيهم بخير. الحالة النفسية ديال العائلة دي، يعني الأم وأنت شخصيا كيدير حالة؟ واش أنت كتشوف كيفاش غاتولي الحالة ديالك؟ مشى لك ولد كيفاش غاتولي الحالة ديالك؟ وا إله إلا الله. حنا تفاجئنا اليوم بعد اختفاء ديال الدري الصغير السن ديالو 4 سنوات، تم اختفاء في دوار أيت حمو عمالة إقليم شتوكا أيت بها. وكنشكر السلطة المحلية اللي حاضرة معنا في هاد الليلة هذا، كنشكروا الدرك الملكي، كنشكروا القوى المساعدة، كنشكروا جميع السلطات المحلية لهذا الشيء. ما عمرنا ما شفناه في هذا الشيء، أول مرة في هذا الدوار هذا كيوقع. اليوم كاع الناس تم الاختفاء ديال الدري هذا عمره 4 سنوات.